نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر بنهارك زملكاوي، والنهارده هيستقبل نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي الساعة 3 العصر البطل عبد الرحمن مصطفى كامل أحد أبطال الاحتفالية الخمسة لقادرون باختلاف، واللي أقيمت امبارح يوم الأربعاء بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مناسبة سنوية بتحرص عليها الدولة المصرية في إطار دعمها لذوي الهمم من أصحاب طبعا المواهب والإنجازات. وخلال الاحتفالية عبر عبد الرحمن مصطفى كامل عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته وسط استجابة سريعة من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي وعد بإنهاء إجراءات عضوية عبد الرحمن مصطفى كامل في نادي الزمالك في أسرع وقت. كمان في إطار دعم النادي للمواهب والأبطال من أصحاب الهمم، هيشارك عبد الرحمن مصطفى كامل في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري، وده هيكون عبر قناة الزمالك النهاردة الخميس. ومن المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي الساعة 6 مساء ويشارك فيه عبد الرحمن التحليل للمباراة بصحبة طبعا نخبة من محللي القناة، وهم الكابتن حمادة عبد اللطيف والكابتن عبد الحليم علي والكابتن وليد عبد اللطيف، وهيقدم الاستوديو التحليلي الكابتن محمد صبري. ونروح لأخبار فريقنا، وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خوسيه جوميز عن القايمة اللي هتخوض مباراة الداخلية المقرر ليها النهاردة الخميس باستاد طبعا القاهرة الدولي في الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز، وبتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، خط الدفاع عمر جابر، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، مصطفى الزناري، أحمد فتوح. خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد اشرف رؤى، محمد شحاته، عبد الله سعيد، ناصر ماهر، سيف جعفر، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، احمد مصطفى، زيزو. خط الهجوم هيكون فيه يوسف ابراهيم اوباما، سامسون اكنيولا، وناصر منسي. النهارده قائمه فريقنا امام الداخليه بتشهد غياب قائد وصانع العاب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب معاناته من الاصابه، وبيعاني شيكابالا من اصابه عباره عن اجهاد في العضله الخلفيه. كمان قائمه الفريق استعدادا لمباراه الداخليه بتشهد غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق بسبب الاصابه طبعا بالرباط الصليبي، ومحمد عبد الشافي ظهير الايسر لنفس الاصابه. كمان بيغيب زياد كمال لاعب الوسط بسبب استمرار تاهيله من الاصابه اللي بيعاني منها وهي تمزق في العضله الخلفيه، وبيغيب ابراهيم انداي لاستمرار تاهيليه بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضمة. كمان بيغيب ياسر حمد وسيف الدين الجزيري ومتيابا وسيد عبد الله نيمار وأحمد حمدي ومحمد عاطف لأسباب فنية بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه جوميز.